وكل شيء يستافد ونعرفوا الهدف ديالنا من هذا الاجتماع هذا باش ما عملناش بحال الغرب يجي معنا وما خليناش مع الاخوات في الوسط النصر السنه ديالنا باش ما نوقعوش باش كل شيء يسمع وكل شيء يستافد متفقين المحزب اللي تسمي فواحد الوقت ديال يومين ولا نهار شكلنا المحزب ديال الشركه صافي يومين على عشرة نشرح لكم علاش وقعدنا هاد الايامات بعض الناس بنفسهم كيهضروا علاش كيجيو هادو علاش النقابات هذا علاش النقابات هذا على هذه شهر ونص النقابه هذه كنا كنوجدوا فيها هذه شهر ونص تقريبا واحد 50 ولا 60 واحد منهم الاخوان اللي معنا هنا كاملين منهم الناس ديال الاداره منهم نزلنا واحد الناس في مقام الاداره هذه شهر ونص وسنين عليه كاملين وحطينا في بعض المقاليد اللي كتهم العمال كاملين سواء العمال الناس ديال الاداره حنا كاملين بحال الحق وكاملين عندنا نمره واحده وكاملين استنطقوا الحقوق ديالنا ثالث حاجه يمكن السيمانه اللي فاتت وصلت بي بعض الهضره ديال الناس اللي قالوا عبد الخلاق وعبد عادي كيهضر من القلب يمكن الطريقه اللي هضرت فيها هي باش نوصل لكم على اننا حنا كنا مجتمعين باش نكونوا كاملين متحدين ولكن بعض الاخوان يعني بلا ما حضرونا هاد 50 الناس اللي فينا كاملين مشاو عملوا واحد النقابه هذا كل واحد يحط شي كلمه بغا ولكن حنا الهدف ديالنا هو نكونوا تحت واحد النقابه اللي كتحمي العمال والمستخدمين واللي هي نقابه الاتحاد المغربي للشغل شحال نقول لكم حنا اللي في المصاري ديالنا علاش اجتمعنا الهدف ديال النقابه هو المحافظه ويجيب الحق ديال العامل الحمد لله الشركه ما شافت فيها مزيان باش ما تبقاوش تعمروا راسكم بشي هضره اللي الناس كتسال هاد الايام لان الشركه مهدده بالازاز والشركه فيها مشاكل الشركه حنا كاملين ساهمنا فيها باش كانت شركه واحده ورجعوا جوج ورجعوا ثلاثة ودابا الحمد لله كاينة شركة رابعة كتسمى ولكن ماشي الناس ولا المسؤولين هما اللي يسمعوا حنا كاملين هما اللي بنينا الشركة هنا ما كاينش فرق بين ناس خدامين في الإدارة ولا ناس حنا كاملين أنا عندي النمرة ديالي 240 يعني بيسخدم الشركة ملي كانوا يلا 240 الناس أنا كنت كنوصل الناس لليوم ديالي وكنت كنوصل ديال الناس حتى في الساحل باقي شي 2004 2005 يعني الحمد لله حنا كاملين خصنا نكونوا منظمين وكاملين خصنا نكونوا متوحدين يعني كنا بغينا ناكدوا على الناس كنكونوا مرتاحين واحد الجهه الشركه ماشيه مزيان وباش نبقاو محافظين على الشركه خصنا نكونوا مرتاحين حنا بزاف الحقوق بزاف الناس قالوا بلي الشركه ما عندهاش حقوق ما عندهاش بالعكس الشركه حنا بزاف احسن بزاف الناس اللي عندهم لا تخصصية لا سيبوك لا الشركة عندها مسائل ديالها كاملة ولكن حنا لما أسسنا نقابة تأسس هاد النقابة باش الحقوق اللي ما عندناش ولا الحقوق اللي أي واحدة فيكم كتحس براسها بأنها مظلومة ولا مخصوص في الحق ديالها الهدف ديال النقابة هو هاد إلى ما شفتي من الحوامل حنا أسسنا نقابة واجتمعنا الإخوان ديال المحزب اللي عملوا فيا الثقة وانتخبوا لي ككاتب عام ككاتب عام شنو هو الدور ديالو ككاتب عام هو الدور ديالو على أنه واحد الإنسان اللي غادي يقدر يوصل واحد الرسالة للناس ديال الإدارة ملي يجي مدير بغيت يتعاون معاه ونكون عارف الله غادي النائب ديالي هو مدير الرابط حالات اذا ما كنتش انا حاضر ولا صحابها كيقدر عمر ولا شي حاجه اوكي مكتب غير ما كاين كاين محمد العلمي اللي هو النائب الثاني الى ما كنتش انا ولا ما كانش ممكن كاين العلمي كاين عبد المولى الشواقي معنا في اذا عطينا الامين المال هاد المسائل ديال بطائق الانخراط والفلوس الناس عطيناهم الامين المال الثاني هو اللي غادي يلصق مع النقابه كاين الثاني ديال محمد الشواقي اللي كاين كاين سفيان الضحومي اللي في اللالح
وجه الله ما حب الوطن اي حاجه كتسب ولا اي مطلب الناس اللي كتطلبوا كيكتبوا كيجيبوا لكاتب العام الاخوان ديال المغرب باش ناقشوا. كاين وليد عبوس اللي خدام سيكسيون ديال البلاغير هذا مستشار. كاين صابر الاداره. كاين اسيا خاب الله ليا من دور العمال ودور مندوب العمال مهم في المرسال لانه دائما مندوب العمال كيخصو العامل والعامل يكونوا قادر عليه واي حاجه اللي كنطلبوا من الشعبيه وصحتنا ما يمكنناش الواحد ما طلب ليا نحققوه غادي يجي وغادي يوقفونا غادي يعملوا فورا. حنا باغيين يكون واحد الحوار مع الاداره ويكون الناس كاملين يبقاو في الخدمه ديالهم وحنا غادي نعملوا الجهد ديالنا باش هاد المطالب اللي غادي نقول لكم كاملين اللي جبتنا هنا غادي نحاولوا نهضروا مع الاداره باش الى حققنا جوج ولا ثلاثه دابا غادي نحققوهم الى 15 ولا 20 ولا شهر ولا شهرين ولكن في اطار الحوار والتفاوض. هذا هو الدور ديال النقابه. النقابه ماشي هي غادي يجيو غادي نقولوا حققنا هاد المطالب دابا وغادي يخرجوا للزقه. حنا كاملين كنعرفوا نتفاهموا في الشركه وكل شيء خصو يبقى خدام والهدف ديالنا ماشي هو نوقفوا الخدمه لان حنا هاد الشركه اللي فيها 2700 ناس راه تقريبا فيها 5000 ولا 6000 ولا 7000 عائله. اذا ما شفتوا واحد يضرب النقابه يكونوا مرتاحين. النقابه الهدف ديالها ماشي هي دورنا في الخدمه ولا الاداره. الاداره اخر حاجه اللي كتقدر تسجل النقابه ولا الشركه تسجل الاداره الى باترونا ما حققش واحد المطالب وحنا جات حنا اللي غادي نحددوا معاهم. اللي اساسي الا ما استعلاش بعضياتنا راح لي باش نجمع علاش. انا واحد المقترح عندي اولا الثلاثه هذو اللي هنايا رجعوا لنا باش نخدموا عندهم يجي باش نشوف حالنا هي تعويض عن ساعات عمل اضافي. حنا ظهرنا اللي كنقولوا للناس ما يخلطوش شي سوايع ديال السد ولا الحق ديال الشيء اللي كاين. حنا عندنا حنا قابلين الناس ديال النوع الفشل اللي مقصورين وهذو كنعرفو الناس كتخلص السوايع ديال نهار السد نهار الحد. اللي ما كتخلص شي فين واللي غادي نحاول نهضروا مع الاداره هي الساعات الاضافيه. الساعات الاضافيه اللي كيزيدوا الناس خصها تخلص وهذا هو اول مطلب اللي كنطلبوا به. يعني الانسان اللي يخدم اكثر من 8 سوايع ولا 7.33 هذا واحد المطلب اللي غادي نجتمعوا مع الاداره نهار الثلاثاء ان شاء الله ومع المندوبيه ديال التشغيل لان هاد المطالب هادي راه نزلناها في المندوبيه الشغل ونزلت على الصعوبات ورسم الاداره قلنا لهم حنا بغينا نعمل معكم اجتماع طارئ باش عندنا واحد تقريبا 18 مطلب اللي كنطلبوا حنا بغينا نحققوه ولكن دابا اللي هو اساسي هما واحد ثلاثه من الوقت اللي بغيناهم نحققوا دابا لانهم مطالب قانونيه. الساعه الخدمه باش نفهمكم الناس اللي كيقولوا الساعه كاين الشركات في العالم كامل ماشي غير هنا يقدر يجي يقول لك راني عليا خمس ساعات كاملين حقا غير كاين ناس اخرين اللي كيبيعوا الشوط على الكاملين غادي يزيدوا لا هذا ماشي المشكل ديالنا. حنا المشكل ديالنا على ان الناس تخلص القوانين ديالها. يعني الانسان خدم 8 سوايع يتخلص 8 سوايع خدم 9 ساعات يتخلص 9 ساعات بالقانون ديال الساعات الباقيه اللي عندهم الاتفاق 25% ولا خدم 8 عطله تيخلص 100%. دونك هادشي هذا اللي بغينا نوصلوا مع الاداره. المشروع الثاني الاستفاده من الايام الفعليه اللي عطاها السنويه شحال ديال كونجي. اي واحد عنده الحق في الكونجي ديالو ما غيمشي له حتى نهار ولا نص نهار ولا نص ساعه وهذا الشيء غادي يكون معلق وواضح واللي عنده شي مشكل ولا عنده شي حاجه خصها تسجل المكتب النقابي. المرحله الثالث هو النقل ترونسبور ديال الخدامه. كنشوفوا بان نفس الشركه تبارك الله كبيره ولكن ترونسبور اللي عندنا ما كافيش باش الناس يمشيو كاسين ديال المكتب. هاد المشكل ديال الترونسبور حنا عارف بان الا هضرنا مع الشركه غادي يطلع لك ديال المدينه الشركه ديال النقل اللي فيها كاينين ثلاثه وهم اللي خدامين معانا كاين ريفي وكاين شركه ديال اسبانيول وكاين جيب. هنا ما كاين مشكل حتى صوت ولكن الناس اللي كيطالبوا على النظام شهر ولا شهرين يشوفوا لنا شي حل. الا هاد الشركه اسبانيول عندها طريقه ديال يلقيهم لنا واذا الجيب عنده ترونسبور زي يزيدوا لنا واذا ريفي عنده ترونسبور يعطينا ولكن حنا بغينا الناس يكون كاملين.